إلى بريطانيا، حيث المعارضة التي تواجهها رئيسة الوزراء تريزا ماي منذ الانتخابات في شهر يونيو الماضي، وهذه المرة مطالبات جديدة. نقرأ من تليجراف مطالبات لتريزا ماي بإجراء تعديل وزاري صغير الشهر القادم. قالت صحيفة تليجراف البريطانية في تقرير لها إن وزراء مواليين لرئيسة الحكومة تريزا ماي يدعونها إلى إجراء تعديل وزاري صغير قبيل مؤتمر حزب المحافظين والمزمع عقده في أكتوبر المقبل، وذلك لاستعادة سلطتها التي واجهت تحديات كبيرة منذ فشلها في الاحتفاظ بأغلبية الحزب في الانتخابات العامة الأخيرة. وفقا لما نشرته الصحيفة، فقد وجه عدد من الوزراء المواليين لمي دعوات لاستبعاد وزراء وقادة آخرين من الذين أدوا أداء ضعيفا خلال الفترة الأخيرة ولعبوا دور سلبي في الحملة الانتخابية للحزب التي وصفت بأنها كارثية. الصحيفة أوضحت أن قائمة الوزراء المرغوب في استبعادهم من الحكومة تضمنت كل من أندريا ليتسوم رئيسة مجلس العموم، وساجد جاويد وزير الاتصالات، والسير باتريك ماكلوغلين رئيس حزب المحافظين، بالإضافة إلى وزير الخزانة فيليب هاموند، ووزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التعليم جاستن جرينينج. إذ يرغب الفريق المطالب بالتعديلات أن يتم إجراءها الشهر المقبل بعد أن كانت رئيسة الحكومة قد انتهت من تشكيل فريق مستشاريها على مدى الصيف الجاري. واجهت ماي منذ الانتخابات والتي دعت إليها وأجريت في يونيو الماضي تحديات من داخل حزبها ومن خارجه، وصلت إلى حد المطالبة بتقديم استقالتها بعد فشلها في الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية للحزب ولجؤها إلى تشكيل حكومة أقلية. كما تشهد الحكومة والحزب انقسام كبير حول كيفية التعامل مع ملف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. لفتت الصحيفة أن قادة الحزب المناهضين للاتحاد الأوروبي يضغطون منذ فترة طويلة من أجل الإطاحة بوزير الخزانة فيليب هاموند بسبب عدم الثقة في مواقفه واتجاهاته بشأن البريكسيت، حيث يبدي هاموند موقفا أقل تشددا حول التسوية المالية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في محادثات التجارة. أما السير باتريك ماكلوغلين فإنه يواجه انتقادات بسبب عدم فوز الحزب بالأغلبية في الانتخابات الأخيرة.